السلام عليكم، كيف ديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صراحه هذا الشكل ديال الفيديوهات ما عمري درته، ومهم ديال البدايه ديال تبداي هكا بالعصافير وهذا، واختي اليوم قلت ان شاء الله غادي نديرو، وصراحه عجبني. ما حد الضيف عندي غادي نستغل الاخوان ديال طلع به البوز. ايوا اختي نستغلوا. شوفوا البنات، ها كنضحك معاكم، عمري ما نستغل شي واحد. الحمد لله راكم كتعرفوني، تبارك الله ما شاء الله. دابا راه غادا ان شاء الله في 6 سنين، الحمد لله عمري استغليت شي واحد باش نطلع على ظهره، ولا عمري درت هكا شي حاجه باش نطلع القناه ديال. الحمد لله كندير كنخدم على المحتوى ديالي وكنضرب عليه ثمره، والحمد لله كما قلت لكم كنتقاتل. وهذا واخا ما كنوصلش مثلا الفيديوهات تيبقاو في نفس المرحله مثلا في نفس النيفو، ولكن الحمد لله اني ما عمري درت صوت شي واحد باش نطلع، ولا جبت سميت شي واحد ولا هذا، الحمد لله. وملي كنهضر على شي حاجه راه كنكون بصح وصلت فيه العظم، اولا كنهضر على حقي. وعلاش قلت هاد الهضره؟ لان الصراحه التعاليق كلهم ديال اخر فيديو كلهم زوينين، كلهم طاقه ايجابيه، كلهم كلام طيب، كلهم تحفيز، كلهم الله يكبر بكم، الله يفرحكم، الله يخليكم ليا يا ربي. كلامكم راه هو اللي مخليني مستمره في القناه وكنزيد القدام. وحده كيفاش كتهضر معايا، وكل وحده والطريقه ديال الهضره ديالها، وما شاء الله التربيه الحسنه اللي عطاكم الله، كنقول لكم جزاء الله كل خير. الامهات ديالكم والاباء ديالكم اللي مربينكم تربيه زوينه، اللي مخلينكم ما كتحقدوش على الناس غير هكاك، حيت باغي نحقد عليهم. كيكرهك غير هكاك، ما داير حتى شي حاجه ما كتعرفيه، ولكن كيكرهك. ايوا اختي الحبيبه، المهم انا نقول لكم علاش غبرت، حيت بزاف سولوني دنيا وهضروا معايا في الواتساب. انتم ما تعرفوا علاش غبرت اختي، راه ماشي الخاطر ولا ما الخاطر على البنات. مثلا البنات الصالون شطبتو، المهم راه ما درتش معكم كلشي في الفيديو، راه شحال من لقطه كنقراطيها، والله البنات شحال من لقطه كنحيدها لكم، حيت كنشوف الفيديو غادي طويل. ولكن انا راه دايره بزاف د الحوايج، راه ماشي غير داكشي اللي كتشوفوا اللي كندير، بالعكس راه كندير داك حيت الطبله خرجتها، شطبت الزربيه، سطلامت، عاود صوبت المخاد. المهم داكشي شوفوا البنات، داكشي اللي كيدار اليوم وكيدار غدا هو اللي كيكون. راه ما يمكنش اليوم الشقه غديه بشكل وغدا بشكل، نفس الحاجه. والنهار اللي كتبغي تختلفي راه كتحيدي كلشي، كتقلعيه من الدار، الزربيه كتمشي لافاج وتصبن، ولا كتصبن في السطح، طلامط كيتحيدوا تصبنوا، السدادر كيخرجوا الشمس يتشمشوا، العود هو كيخرج يتشمش. الحمد لله راكم عارفين هذا هو التنظيف العميق الكبير الكبير. ايوا صافي، سالي لي السكر، عرفتي سالي لي السكر على الصباح، خرجت بكري مشيت جبت قالب لي السكر وجبت هذا باش يبقى لي، حيت دابا انا كنجيب غير كرطونه هذا كما كتشوفوا، هاد بريكه فقلت في عقلي اجي ناخذ قالب وناخذ باكيه قابسه ديال السكر. عرفتوا علاش؟ باش هاد المره ما يجينيش ما توقعش لي ديك اونبان عاوتاني يساليك السكر في الصباح بكري، عرفتي وكانوا الحوان سادين بيمساد، بقيت نقلب ما لقيت غير بزز. المهم ما عليناش، صافي مسحت عمرت هذاك ديال السكر، بقى داك التفرتيت وداك التحت، حيت راكم عارفين داك التفرتيت، قلت اجي بعدا نمسح هاد الطبيله بشويه ديال جافيل تبقى فيها ريحه زويونه، وعادش موراها نشطب، عادش موراها نمسح القريعات باش ما تعمرش ليا الدنيا بالغبره. المرات تكونوا فهمتوني، الا فهمتوني قول لي فهمناك. راه بعض المرات كنفهم راسي وكنفهمكم، وبعض المرات كنولي غير كنخربق، ولكن انا كنكون عارفه شنو باغا نقول. المهم اختي نحيد السكر بعد الثانيه اللي محطوطه في فوق الطبله، وغنشطب عادش موراها نضربها بواحد المسحه القريعات وداك الشيء. هاد القريعه البنات دايره فيها جافيل والماء، كنمسح بها اي حاجه ما بقيت، فهمت؟ كنمسح بها بحال معقم، واخا وجافيل غالب، لا الماء غالب باش ما تقولش دنيا كثرتي جافيل، لا هذاك راه ماشي كله جافيل، كاين شويه الماء، كاين بزاف ديال الماء وشويه جافيل. صراحه البارح كانت في واحد الفقصه صراحه، دابا تعرفوا ديالاش، وداك الفقصه بردتها في التسييق، واخا ما بقيت كنقشع والو. واش عمركم شفتي شي وحده ما كتقشع حتى شي حاجه واقفه كتسيق؟ كتقول لي يا بنتي واش كتشوفي اش كدير؟ كنقولها كيبان لي هذا الخيال. ايوا يا اختي كبيت البارحه البنات، جبت التيد وجافيل غير شويه، المهم جبتها البنات عرفتيش طاح لي، طاحوا لي لي زون خصني نعاود نطلعهم. المهم عرفتيش طاح لي، مشات لي الهضره يا ممشي ممشي. جبت الروح ديال جافيل وخلطته مزيان مزيان مزيان، حتى ولا بحال الماء، ما بقاش فيه داك الجهد ديال الروح ياك، ودرت معاه الماء وليت كنهزو كنديرو معاه شويه ديال التيد، تيد هاوي التيد شتي، صافي ما تشتش هاد اللغه جديده عندي عاوتاني. صافي وليت كنسيق به، سيقت البارح الدنيا حكيتها مزيان، طلعت ماكينه كلشي كلشي كاع الحاجات اللي غتكون في الارض حيدتها من الارض باش نحك تحت الفران، جبت الفران حكيت تحتو البلاكارت المعينات ديالي، تا هو حكيت موراه الماكينه جبتها، داكشي درتو بالتدقيق.
كيفاش ماشي بتدقيقه ترى كنحيد الماكينه كنسيق حتى كنجففها كنعاود نردها كنحيد الماكينه الاخرى. بقيت تنقيت كاع داكشي اللي كيبان لي بحال كما كنقولوا الركاني، بعدا نقيته هما الاولين، موراها بقى لي الوسط حكيته حتى هو بديتو جابين مزيان، وهو حتى خدا حتى بواحد السيقه للدروج، ضربتها واحد الفركه للطواليط حكيتها فيها على تركب بديتو جافيل. بعدا الحمد لله بردت غديدي واخا ما شفت والو، ولكن ملي سولت بنتي قالت لي تبارك الله عليك داكشي، قالت لي ماما كله زوين كله كيشعل. والحمد لله على كل حال. شوفوا راه علاش كنقول ديما الواحد الحمد لله، راه ملي كتجي في الصحه صافي، الصحه هي كل شيء. راه واخا الصراحه انا بعد ما نبقى نهضر مع راسي وهذا، ولكن راه الصحه الصحه الا مشات لك الصحه شي غير حاجه وحده تقاتلك لك اختي في صحتك، راه راه صافي راه كتمرضي. والله هادشي اللي واقع لي دابا الحمد لله على كل حال، هادشي علاش غبرت والله الا غبرت وبقيت كنفكر نفكر نفكر، والحمد لله ربي كبير، لقيت وحدي بعدا غادي نسلك بهم هاد الايام. صباح الكريم، ما بغيتش نقرا قبل الموعن، عندي الموعنات ديال العشاء اللي طيبت البارح والعشاء والفطور ديال الفطور، ما عنديش زعما شي حاجه كثير، عندي ديال العشاء وديال الفطور حتى بلاتي شويه من يفيقوا الناس باش ما نقلقوش. المهم اهم حاجه هو النقا، ضربتها بواحد الشطيبه للارض، ما غاديش نسيق اليوم عييت، ضربتها بواحد الشطيبه فعلى تركه. البارح سيقت صراحه، البارح سيقت تيدو سانيكرو سيق من درت جافيل ودرت تيدو حكيت مزيان، واخا مع دابا عندي الشراج ما بقيتش كنتخنق بحال الاول، حكيت مزيان ومسحت الحيوطه. فاليوم غير الشطيبه فيها الكفايه، الحمد لله الدنيا مجموعه الدنيا نقيه. ها انت اختي كلشي مجموع الحمد لله، صاروا مجموع. جبت الحوايج اللي غنديهم للزبانه حيت هادو عتيو ما بقاوش، واخا كنصبنو كيبقاو طالعين، انا ما عنديش البنات هذيك المصلوح عتي كنلبسهم كيولوا بحال انا كبيره عليهم، راه قدي غير خصهم مصلوح وصافي. نطويو ان شاء الله ونديرهم في شي شارشي ان شاء الله، تنكون خارجه ونديهم، واخا راه غيتقاموا عليا بزاف، ما عاد شحال من وحده هنايا وباقي وحدين اخرين. وها بحال دابا هذيك السوا هذيك كنصبر في الماكينه كاع العقيق اللي فيها تحيد، هاد الكرات هادو كاع مشاو ليهم. شوفي ديال التحت انت، هما دول ديال التحت البنات كلهم مشاو، باش نوريكم باش تفهموا علاش انا بغيت نديهم. هاد شحال تقولي ثاني شبعتي فلوس وليتي لاباس عليك ولا هذا؟ انت شوفي هادو كلهم مشاو غير بالماكينه، كلهم شباب الماكينه. يا صافي المهم راه باقا الماكينه اختي هنا، باقا اختي كيتسناو كتبهم عندك، هذه وهذه باقي ما مكتبش ليهم، والله الا باقا ما صبنت تجمع عليا الصابون، باقا ما صبنت ما والو. ايوا الحمد لله. المهم هي حطاتها هنايا، وعلاش انايا شطبت دابا علاش غنكمل مسحت الطبله ودابا شطبت باش منين نمسح هادو ما يعاودوش يعمروا ليا بالغبره. دابا ان شاء الله غادي نمسحهم صافي، غيبقاو نقيين صافي. هادو اللي خديت من بيه باقي ما استعملتهمش، ضروري اختي ملي كتشري حاجه خصك تغسليها، ما يمكنش تجيبيها من المحل وديري فيها الله يستر، كيكون دجاج كيكون كلشي. غسلتهم واليوم ان شاء الله غندير فيهم صافي، حتى تما يتقطروا ونمسحهم وندير فيهم شنو باغا ندير، داكشي اللي عندي غنديرو فيهم. المهم يعني ان شاء الله نتوما معايا البنات، اللي درتها ان شاء الله بارطاجيها معكم. دا سبقت تشطب كيما قلت لكم، تشطب هو الاول باش منين نمسح هادو ما يعاودوش ثاني يتغبروا، حيت ملي كت الا شطبت دابا الا ما شطبت ومسحت هادو عاود حتى هما يرجع داكشي كيما هو، راكم عارفين الغبره مع الشانطي الطوموبيلات كيدوزو كلشي. زائد هاد كيكون واحد الكولوندير عندنا عتي كيطير لك الغبره، واخا ما عاد تكون دارك يلا خملتيها ضروري في خصك ديما. انا دابا البنات ديما يديا في هاد الطورشون هاد ديما مسحه هادي مسحه هادي ديما. قالت لي بنتي واش ماما ديما هذاك واش، قالت لي واش مزيود معاك اختي، غير شاده ما كنحيدوش، والله الا شاده ما كنحيدوش اختي من يدي. ايوا شوفوا هذا هو حال المراه، المراه مسكينه كتبقى في تماره 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 حتى كتمشي عند الله، والله ماشي حيت شي واحد كيفرض عليها، حيت في النفس ديالها كتكون حاره، وكاع اللي كتكون نفسو حاره مسكين راه كيبقى ديما في الهلاك. والله واخا راه نقى مزيان ولكن راه كتخرجي على صحتك اختي. والله شوفوا البنات هانتوما داكشي زوين الصراحه، ملي كضربي ليه ديك المسحه وكيرجع داكشي كيشعل، هانتوما اختي داكشي زوين. انا شوفوا انا راه البنات واخا واحد النهار قالت لي وحده، قالت لي الفقر والزواق والعياقه، قالت لي شبعانه عياقه وانتي غير فقيره. ماشي فقيره ماشي شبعانه عياقه لا، باغا نعيش وباغا واخا انا ماشي لاباس عليا ما غنبقاش نساش نهار نولي لاباس عليا انا ونشري بارطمون ونفرشها ونصلحها، لا دابا انا كنعيش بداكشي اللي قاد عليا، دابا كندير داك الزواق اللي كنقدر عليه وداك العيشه اللي على قدي
ونهار غنموت ثاني لاباس عليا كيما خليتها انت هي وتما فهمتي تتبعتي نقدر ندير عاوتاني شي حاجه على قدي. داكشي كيما قلنا كنمشيو على قدنا والواحد ما حد بحد بصحيحته كما كنقولوا يحمد الله ويشكره. والانسان الا بغى يكتب شي حاجه يقولها لشي واحد من افراد الاسره ديالو تيحس بها ولا يقولها لراسو ويشوف باش غادي يحس عاد شي ينطقها لواحد اخر. حشومه كنبقاو ناديو في الناس والله. اما الحمد لله انا متبعه ديالي الحمد لله ما كيقولوش شي كلام خايب وديما معايا في السراء وفي الضراء. وغير هو بعض المرات كاين شي واحد كتروح شي كلام اللي كيكون سام ماشي سام 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 عرفتي ديك سام مركي عليها بزاف. المهم الحمد لله شادين ما يمكنش نغاليه واش عند الانسان ثاني تعاودي تربيه من جديد راه ما يمكنش. راه كل واحد وكيعبر على تربيته وعلى اخلاقه. ايوا اختي الحبيبه شوفي اختي دنيا الدكتوره دنيا لابسه لك النظاره صراحه البنات والله هاد النظاره ما كنت باغا نلبسهم ولكن هما دابا حاليا اللي عندي عرفتي كيطيحوا ليا وتقالين وهذا. ولكن اختي المهم انت ان شاء الله غتفهمي كل شيء غتفهمي القصه غتفهمي ان شاء الله القصه قصه قصه انايا. المهم غادي نطوي البس ان شاء الله هاد الحويجات هادو هادو دابا راه غيمشيو للمصبانه. غير انا حشومه ما جاتش غادي نديهم للمصبانه ونعطيهم ليهم مخربقين وهذا حشومه. قلت غادي ننظمهم ان شاء الله نطويهم بحال هكدا ونعطيهم للسيد ان شاء الله المصبانه حدايا قريبه ليا ماشي قريبه صراحه بعيده واحد الخمسة ديال الدقائق ولا اكثر المصبانه نديهم ليه ونقول ليه انا كاين مثلا اللي مثلا هادو خاصهم غير صغير مصلوح خاصهم غير التصبين والاخرين خاصهم التصبين والمصلوح. المهم اختي راه تكوني فهمتيني شنو غنقصد لك. هذا بحال دابا هاد الكسوه اللي كتشوفي راه عتي كانت كتجي قدي. وداك النهار ضحكت قلت لكم راه واقيلا طواليت الساعه صدمتو لي قلتي اش من طول باقي لك تي باقا غا طوالي وتسيتي سريت كنمشي سيري مول الملعبه وراح ورا اللي طابعه طبعت في راسي غنطوال. وقلت انا البطره فيا متر 64 والوزن فيا ولات فيا 84 كيلو وما عرفتش اختي كي هي ما بيناش فكم اللي كيتلاقاو معايا البنات في الواقع كيقول لي لا دنيا الصراحه ما شاء الله عليك راه اليوتيوب كيحكرك. راه البنات ماشي اليوتيوب راه التليفون حتى هو كيلعب دور خاص تكون الكاليتي والجوده. والتليفون اللي عندي انا كلا العصا عرفتي سبحان الله العظيم التليفون اللي عندي الا قلت لكم كيطيح واحد 500 مره في النهار غتيقونيش. كل مره كيطيح ليا من الرينغ لايت كل مره كيتخبط. تخيلوا انه كيتخبط من الرينغ لايت كنقول لبنتي هزيه صافي داك التليفون مشى كتهزو كتقول الحمد لله باقي في الرزق كتعطيه ليا ديما 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 يا اختي كيطيح ديما والله. ايوا صافي هذا ما كانش شنو خاصني البنات خاصني شبكه ديال الصابون. كنبقى نقول لكم الافكار اللي خاصني خاصني شبكه ديال الصابون ضروري بقى معكم ملي نكون كنصبن بعدا نلقى فين نحط الحوايج بان البنات كنحطهم في الباني وداك الباني كنكون محتاجه باغا نصبن فيه. ودوك الحوايج كنولي شادهم من الشاون في الماكينه وحطاهم فوق السدادر وكيسردوا لي فهمتوا. خاصني ضروري ان شاء الله الشبكه ضروري خصني ناخذها الضروريات والله الا الضروريات خصني ناخذ شبكه ان شاء الله حتى هي نحيدها عليا. بغيت نقول لكم فكروني قول لي دنيا حنا فين غنفكروك نفكروك حتى تكوني انت. ايوا اختي الحبيبه المهم كنهضر معاكم وفي نفس الوقت كنطوي حويجات صافي واقيلا هادشي اللي بغيت نقول. والله ما عرفت شنو غندير الغدا والله كتلفي لهاد الغدا هذا اللي كديريه اليوم كديريه غدا. والله انا قلت في عقلي غندير طويجين الغدا والله هو اللي غادي ندير طاجين. واخا غتقولي قهرتينا بالطاجين اختي كل مره شنو كندير ياك درت لكم البارح الكغاطان ديال 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 الدنجال واختي اش بغيتو وكل يرا ما كناكلوش معاك دنيا راه قهرتينا غير بالشوفه. البنات ما تديوش عليا اليوم راه ما عرفت مالي. المهم كنهضر معكم بحال راكم ساكنين معايا زعما وصافي عييتو من الطاجين. والله البنات ما درت لكم الطاجين اليوم البارح درت لكم الكغاطان ياكو والبارح درت الشعريه بمطيشه بالليل العشاء ما صافي قلت لبنتي بلا قالت لي وريها للبنات قلت لها بلا ما نوريها لهم ثاني الشعريه بمطيشه واش ما كيعرفوش ليها. قلت لها بنتي انا ما كنشاركش معاهم باش يطيبوا ولا باش يتعلموا يطيبوا لا راه غير كنوريهم شنو كنطيب لك زعما وشنو كناكلو هذا وهذا حيت انا كندير معاهم اليوميات ديالي وكنعيش معاهم اليوميات. المهم اختي الحبيبه راه واقيلا غندير الطاجين هو اللي بان ليا صافي هو اللي غادي ندير ان شاء الله. عندي واحد ثلاثه ديال الفخيضات في الفريكو عندي البصله واقيلا فطالي ما كايناش. المهم على حسب اللي كانت غندير اللي عندي في الثلاجه غنقضي بها. يلا اختي الحبيبه انا ما حدك اختي عرفتي شنو غندير الغدا هاودي دابا ديري واحد اللايك للفيديو فضلا وليس امرا اختي عاوني اختك دنيا عاوني اختي عاوني عاوني الشعب عاوني عاوني خصك ان شاء الله البنات باش تطلع ليا كل المشاهده لان المشاهده هي اللي كندخل بها الارباح. والله الا ما كانتش المشاهده راه ما كاينش الارباح. الارباح هما الفلوس اختي الموني الا ما كانتش اختي المشاهده ما كاينش الارباح. والله
وراكم عارفين كلشي. البنات شوفوا ما بقاش هضر بزاف، نتوما عارفين البير وغطاه، ما تغرقوش المظاهر والزواقه، كنزوق لكم باش حيت نتوما اللي فيكم كافيكم، واش الانسان بهمه مسكين وبقى يزيد يهمك. كل واحد ربي اللي عالم به، والله كل واحد ربي اللي عالم به. انا كنوريكم غير الحاجه الزوينه. عرفتي دخلت عندي واحد البنت الواتساب قالت لي في حياتك وباقا غير كضحكي وهذا، قالت لك زعما كون انا في بلاصتكم مشى لي العقل. فالحمد لله على كل حال، وراه المظاهر خداعه، المظاهر ما عمرها كانت الحقيقه، ديما كنحاول نبين راسنا بخير وصحاباتي. المهم بغيت نبارطاجي معاكم، دابا انا ولات عندي واحد، وليت دير واحد السيستيم زوين، من بعد راه كاين السكول هي غنوض نهرسو، عندي شي ما خصني تغسلو. اختي مولاها ربي، والله اختي لا مولاها ربي، اللي كديري اليوم كديري غدا، عييت والله الا عييت. فطرت وجلست منها غنقول لكم علاش غبرت هاد اليوم، ما حطيت شي حاجه باش تعرفوا علاش غبرت. ايوا اختي شوفي الصريخات كيهضروا. وليت كندير البنات كل نهار كندير قصه ديال الانبياء كنتفرج فيها كل نهار، بحال اليوم قصه عيسى بن مريم غادي نساليها كامله. هادي هي قصه النبي الله عيسى المسيح. مهم كل مره كندير قصه، كل مره وليت كندير قصه كنتفرج فيها وكنستافد منها. المهم اختي كان بعدا هذا الشيء حسن اختي من الافلام، بعد الحمد لله حيت ديك البلي ديال الافلام كانت فيا، كنبقى نتبع المسلسلات والافلام وهذا، دابا الحمد لله كنتفرج في هاد القصص هادو يلاه شي 3 ولا 4 ايام. بنتي اللي حببتني فيهم، حيت بنتي كان عندها واحد القصه في المدرسه خاصها تقرا عليها، ودخلت اليوتيوب صافي حببتني فيهم. لا كثر شي 5 ايام ولا 6 ايام ولات عندي باليه، ولات كتمشي للمدرسه، ولات عندي شي حاجه من اليوميات ديالي، خصني ندير شي قصه من القصص ديال الانبياء صافي، ونجي نبدا نجمع دويرتي ونقاد اموري. اختي غير قلت نقول لكم وصافي. دابا هذه قصه نبي الله عيسى. ايوا اختي هذا مكان. والبارح علاش غبرت البنات؟ علاش غبرت اختي؟ ترسلوا لي اختي نضادر، عرفتي سبحان الله اصلا النظر ديالي تكرفص وكان خاصهم يمشيو يتعاودوا، ولكن البارحه البنات جاتني واحد الغيبوبه. انا النظر ملي كنبغي نعس كنحطهم فوق الطبله ولا شي حاجه ياكو. البارح ما عرفتش انا كيفاش وقع لي، المهم نعست وقيلا وحيدتهم وحطيتهم حدا رجليا. المهم اللي فقت الصباح لقيتهم على هاد الحال، هادو مقسومين، هما اصلا كانوا دابا هما كانوا مسدودين، فهمتي كانوا مسدودين بحال هكا. دابا راكم عارفين كنحيد انا ضرب الليل كنسدهم، وهادي طارت ليهم وقيلا وقيلا عوجتهم برجليا والله اعلم، وطاروا ليهم الجاجات. ايوا اختي انت كتشوفيها انت، وبقيت بلا نضادر البنات، بقيت اختي ما قداش اختي نشقى، ما قداش نصور، كنصور وما كيبان ليا والو. داكشي حتى انا ملي كنحيد معاكم النضاره كنحيدهم غير كنكون واقفه في ديك اللقطه وكنعاود نردهم، ما بقى كيبان ليا والو. اختكم راه ما انا راه عاوره ما كنشوف حتى شي حاجه، اللي غيديرها معيوره اختي راه ما كنشوفش. ايوا يا اختي وبقيت اش غندير اش غندير اش غندير اش غندير، وكنفكر. ودابا حاليا ما موجهش راسي، وانا نقول اجي نقلب واحد السكره. كان عندي واحد النضاره كان جابتهم لي واحد المراه كانت عرفت العبار ديالي صوبتهم وجابتهم لي الراسه، وما بقيتش عارف فيناهم. بقيت نقلب 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 وفي الاخر نلقاهم، واخا الصراحه كيعذبوني وتقالين وهذا، ولكن اختي قلت نعدي بهم، وحتى ان شاء الله من بعد نمشي ندوز، حتى اصلا خصني نمشي ندوز على العينين، اصلا خصني نمشي ندوز على العينين ديالي ضروري، حيت هاد العبار سوا هذا سوا دابا اللي انا لابسه قدام خص عبار جديد. ايوا اختي هذا الشيء علاش اختي غبرت، باش تعرفوا علاش غبرت. الدنيا كيقول الدنيا غبرتي غبرتيها علاش غبرتي. وين الى هادي اول مره غنطيب فيها هي دابا، اللي كانت شرات لي صاحبتي بشرى، وين كانت فاش مشيت عندها وخذات لي كادوات على قبل ملي سكنت، يلاه سكنت جديده، كانت خذات لي هادي، وهادي حتى هي راه تهرست جبت وحده اخرى بحالها. ايوا اختي ودابا غنطيب فيها اول مره بصراحه. هي كدير فيها شي حاجه خفيفه، انا شتهيت فيها الطويجين، قلت ندير الطويجين نبدل شويه نديرو فيها ان شاء الله. جبت البنات الطريفات ديال الدجاج، بقاو عندي جوج طريفات دجاج في الفريكو جبتهم، غنطيب ان شاء الله واحد الطويجين صراحه خفيف، ما كايناش بطاطا، غندير غير بصيله، غندير غير بصيله وسميتو الزبيب راه عندي حتى هو غادي نغسلو دابا. وصراحه اللي غادي ندير الغدا غادي هو خفيفه بالزربه، وكيحمقني انايا سميتو بصيله بالدجاج بالبصله والزبيب، كيجي واعر عاوتاني حتى هو كيجي خطير. شوفي اختي شوفي فرحانه بملي كتكون شي حاجه جديده واول مره غطيبي بها كتفرحي بها، كنبدا نحلها ونسد بها ولا نحل ونسد فيها. شوفي اختي كيفاش دايره فن، بلاش نهزها، غسلتها بعدا حيت كانت ملي جبتها حيتها من الميكا وانا مخلياها صافي. غنطيب فيها
ونشوف اختي كيفاش غتجي في البنة. كانت عندي وحده ولكن ماشي بحال هذا الشكل، هذا الشكل ثاني زوين. كانت عندي فيها يديها ديال الميكا وكنت كنطيب فيها واحد النهار يطرطق ليا هاد الدجاجه. سبحان الله كيطرطقوا الدجاجه ديما، ولكن ان شاء الله دابا غادي غنتهلا فيها، ضروري غنتهلا فيها على قبل الدجاجه حيت الدجاجه كطرطق الا ما درتيش بالك معاها كطرطق الدجاجه. وهنا جوج بصيلات مويان مكبر ما صغار، والربيع والثومه غنجبد دابا نحكها. ها هي ديال الثومه، فين دايره الثومه زوينه هادي، دايره فيها الثومه خديتها واقيلا بشي 3 دراهم. هادي كديري فيها الثومه كتبقى زوينه، شتي كندير فيها اختي الثومه كيكونوا الالوان. منين خديتها ديال الثومه هي منين خديت هادي، هادو ديال الثلاجه. منين خديت ديال الثومه خديت ديال الثلاجه، هادو راه في حي مولاي رشيد عند سميتو اسراء لا داك السعيد، السعيد تخفيضات السعيد شنو سميتو محل السعيدي، المهم السعيدي. هادي راه 260 باش خديت هادو، هادو عند محل السعيدي كيبيعهم 260، كيبيع هادوك اللي تما هادوك ديال الثومه، وكيبيع هادو ديال الثلاجه، كيبيع هادو غير هادو اللي فيهم فروش الفرشيط هذا، ماشي هادشي. هادشي غير لصقاتو اسراء بنتي، هادشي اللي كيتباع عنده. وبغيت نمشي باش بزاف د البنات طالبيني عليهم وما قدرتش والله. الا بغيت نمشي ان شاء الله غندير شي وقيته وغنمشي ان شاء الله باش نوريهم البنات، حيت كيويدوني بغيناهم راه ما لقيناهمش. فين قلتي لينا راه هنا؟ حيت قلت لهم انا اي مول محل ديال 5 دراهم وغتلقاو عنده، ولكن مشاو ما لقاوش. الا لقيت شي وقيته ان شاء الله من بعد راه غنمشيو نشاركهم ان شاء الله يا ربي. صافي اختي موراها ان شاء الله دابا غادي ندير غديوه. غندير غير كما قلت لكم غندير غير الدجاج بالبصله والزبيب، هو اللي غادي ندير جوج بصلات قرطتهم هكا في هاد الكويميله هادي. الصراحه ماعرفتش بغيت نقول لكم، المهم هاد الكويميله اختي راه جات واعره، حيت انا الفيديوهات راكم عارفين انا راه كنكون مصوراهم وكنركب عليهم الصوت. الصراحه جات واعره وبنينه، بنينه بنينه بزاف هاد الكميله اختي، بنينه الا بنينه اختي غير خديها. المهم البنات صافي هذا غديوه بالزربه، عرفتي ما قدرتش نطلع البنات نتقدى والله ما قدرت، خاصني بطاطا خاصني بزاف ديال الحوايج خاصني، واختكم ما بقيتش قدرت والله ما نكتبش عليكم. تحت البحر واحد طيحه خايبه في الدروج والله الا واحد الجن دابا كله كيضرني، وتحت في ديك الرجل اللي كنت طايحه فيها هذيك المره اقسم بالله الا ما كنتش بغيت نقول لكم ولكن دابا قلت نقولها. تحت واحد الطيحه البنات خايبه في الدروج حفظني الله، مشيتني عرفتي بقيت غاده لتحت وانا نجلس، وانا اصلا عندي سياسي كل رجل ديالي كضرني. ايوا يا اختي الحبيبه اللي قال لك لا تقولي لي نط، جمعت الوقفه ايوا اختي ما خصنيش اختي المرضى ويلي المرض. بعد اختي وليت كنحشم نقول مريضه، الا مرضت راه حتى حاجه ما غتقطع. ايوا صافي دابا البنات دابا غادي نمرق الغديوه طيب، وموراها ان شاء الله تطيب الغدا حتى مورا غدا ان شاء الله غنضرب واحد المسحه للفران اختي ضروري، حيت البوطه كلها خصها نمسحوها كل نهار. دابا عمرت فيها غير اتاي، دابا تشوفها تقولي عمرها تغسلات تمسحات اختي، الا جيت نتبعها ما غندير حتى حاجه، غنبقى غير نمسح في البوطه ما غنطيب لا غندير حتى حاجه. ايوا اختي الحبيبه هذا المكان باش اللي غتشوفها تقولي البوطه ولا شي حاجه، اختي البوطه راه البارح كانت كتشعل، اليوم الصباح عمرت اتاي ولات بحال هكا. ديوا بالزربه طابت بالزربه صافي، مع ما كاين لا بطاطا لا والو بالزربه طابت. الدجاج راكم عارفين بالزربه بصيله هي بالزربه كدوب. صافي اختي وحدت الغدا باش نتغداو، بعدا راه الطبله مشيت حطيت اختي فيها قريعات الماء كويس والغارف ديال الماء فين غنشربو ان شاء الله الخبيز. صافي اختي ودابا بقات غير هذه اختي تبرد هنايا، انا ما كنديش اختي فوق الطبله ضروري اختي كنصور لكم هنايا وتشوفوا شنو طيبت. داكشي علاش كنمشي للطبله مره شوفوا باش ننوع فهمتي، مره كندير الطبله مره كندير الكوزينه باش كل مره تكون تنوع، ما يكونش نفس الحاجه في نفس الطبله مثلا ديما ديما الطبله الطبله ولا ثاني ديما ديما الكوزينه، داكشي باش كل مره شنو كندير. وصافي ملي غيبرد غادي ندي ان شاء الله بهذيك اللي لتحت عرفتي زوينه، هذيك كنت خديتها من بيم ديك ديال السخونيه زوينه عرفتي، راه كتحميه وما وما كتذوب ما والو واخا هي ميتة. ايوا اختي هنا غنقول لك بالسلامه عليك، تهلاي في راسك ان شاء الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على كلامكم الطيب، على انكم تبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وبسلامه ان شاء الله الفيديو الجاي غيكون زوين 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 بزاف، انا متاكده غيعجبكم.